استدعى الناخب الوطني البوسني وحيد خليلوزيتش 26 لاعبا للمشاركة في المباراتين الوديتين للأسود أمام كل من المنتخب الليبي في 11 أكتوبر الجاري على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة، والمنتخب الغابوني في 15 من نفس الشهر بالملعب الكبير بمدينة طنجة. وكانت المفاجأة الكبرى للاستغناء عن اللاعب المثير للجدل حمد الله. وقبل ذلك غادي يخوض المنتخب الوطني تجمعا إعداديا مغلقا بمدينة الرباط انطلاقا من 7 أكتوبر قبل أن يتوجه إلى مدينة وجدة يوم 10 أكتوبر، على أن يرحل إلى مدينة طنجة مباشرة بعد نهاية المقابلة اللي غادي تجمع بالمنتخب الليبي. وفيما يلي لائحة الأسماء المستدعاة: ياسين بونو، منير المحمدي، أناس الزنيتي، هشام المجهد، عبد الحميد يونس، غانم سيس، عصام الشباك، كيفين مالكويت، جواد يميق، زهير فضال، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، حمزة منديل، أمل الله سليمة، سفيان أمرابط، المهدي بربيعة، أحمد المسعودي، فيصل فجر، عادل تعرابت، رشيد العلوي، نور الدين أمرابط، إسماعيل الحداد، يوسف النصيري، آمين حريت، أسامة الإدريسي، وحكيم زياش.